ولتسليط الضوء أكثر على الذكرى العاشرة على اندلاع الثورة السورية ومستقبل الثورة في ظل التجاذبات الدولية والإقليمية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل. أهلا بك معنا أستاذ غزوان. حياتي لحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ غزوان. مع اقتراب الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة السورية، كيف تصف لنا واقع الثورة السورية اليوم؟ الحقيقة ربما بعد هاي السنوات العشرة ما أنجزت قوى الثورة بكثير يعني من الإنجازات، وبالتأكيد تعثرت كثير خطوات السوريين على طريق الانعتاق من سلطة الاستبداد. لكن بالمقابل أكيد أيضا السوريين انعتقوا أولا من ثقافة الخوف وقت اللي تحدوا أعدى منظومة استبداد في المنطقة، وأكيد كمان أنه السوريين فتحوا باب التغيير ودفنوا فكرة الأبدية في السلطة نهائيا، وهذا شيء اشتغلت عليه يعني طوال 50 سنة سلطة العصابة الحاكمة في دمشق، لكن السوريين قدروا أنه يدفنوا فكرة الأبدية. الثمن اللي دفعوا السوريين بالتأكيد كبير كثير، لكن ما كان أمامهم من خيارات إلا أنه يفعلوا هذا الشيء. اليوم بكل أسف يعني سوريا متروكة لصراع القوى والمصالح الدولية، بينما السوريين هن اللي عم يدفعوا يعني الأسمان الكبرى لتلك المصالح ولهي الصراعات. لكن هذا ما بيلغي أهمية الخطوة والقرار التاريخي اللي اتخذه السوريين بأنه يخطوا خطوات الأولى نحو المستقبل والتعددية وحكم القانون. ولكن سيد غزوان، الآن ما هو مستقبل الثورة السورية في ظل يعني كل ما يجري؟ هلا بكل تأكيد النتائج اللي راح تحصدها ما هي نفس اللي كنا بنأمل نحصل عليه. مثل ما قلنا اليوم هي ساحة صراع دولي وأقليمي، يعني سوريا تحولت وبالتالي انتزع يعني القرار من إيد السوريين بشكل شبه كلي تقريبا. لكن هذا لا يلغي مثل ما أسلفنا على أن السوريين فعلا فتحوا باب التغيير بالنسبة لسوريا. فكرة أن تكون هناك سلطة أبدية انتهت إلى الأبد، فكرة ثقافة الخوف طويت صفحتها، رح تبنى سوريا مرة جديدة، رح يحصل تحول سياسي في سوريا شاء هذا النظام أو أبى، بالرغم من كل مساعي لإعادة تأهيل نفسه وإعادة يعني وضع بعض المكياج على قباحاته ومحاولة تعويمه دوليا من قبل قوى دولية كروسيا وإيران وغيرها، ولكن هذا لن يحصل إلا من خلال السوريين أنفسهم. فكرة أن يعود النظام للاستمرارية في حكم سوريا طويت إلى الأبد. الآن في ظل يعني كل ما يجري تداوله من حلول ومبادرات ويعني من قبل الحكومات العالمية إن صح التعبير، ما هو أقرب خيار من المطروح الآن إلى خيارات الشعب السوري؟ يعني أنا أعتقد أنه فكرة تشكيل مجلس حكم انتقالي مدني عسكري، يعني اليوم ما كل ما يناقش هو مجلس عسكري انتقالي، ولكن أزعم أنه من المهم بمكان وجود سلطة مدنية انتقالية بالإضافة إلى المجلس العسكري الانتقالي. المجلس العسكري الانتقالي له مهام ووظيفة يعني ضبط الأوضاع الأمنية وجمع السلاح وإعادة تأهيل المؤسسة العسكرية والأمنية في البلد، ولكن إدارة السلطة يجب أن تكون بأيدي المدنيين من تكنوقراط. يعني أنا من الناس الذين أدعو اليوم إلى حكم التكنوقراط بعيدا عن ضفة النظام أو المعارضة. هاي المحاصصات يجب أن تطوى صفحتها لأنه لن تثبت يعني جدواها في تحسين الأوضاع في سوريا وتحقيق الانتقال الحقيقي نحو ضفة الديمقراطية، إنما إناطة الأمر بأصحاب التخصصات والتكنوقراط أزعم أنه ممكن يحقق
قفزة إيجابية نحو الأمام بالمستقبل السوري. نعم، بالنسبة للمعارضة يعني الآن هل هناك جسم سياسي حقيقي من الممكن أن يمثل تطلعات الشعب السوري في المحافل الدولية؟ يعني بكل أسف ما يزال مؤسسة المعارضة هي الائتلاف ولجنة التفاوض وما تمخض عنا أيضا من لجنة دستورية، ولكن يعني أداء هاي المؤسسات أصبح حقيقة متهالك، يعني ما عاد يلبي طموحات المجتمع السوري وما عاد معبر عنه أصلا يعني. ولكن بكل أسف يعني الأوضاع الأقليمية والدولية ما عاد تسمح بتغيير هاي البنية السياسية ضمن المعطيات والظروف الحالية، لذلك ما بنملك، إذا ما كنا بنملك يعني آلية لتغييرها، لكن نملك أدوات الضغط عليها لحتى تحسن من أدائها ولحتى ما تقدم تنازلات تمثل يعني الحد الأدنى من احتياجات ومطالب السوريين في التغيير والانعطاف من الاستبداد. نعم، إذا غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار كنت ضيفنا عبر الهاتف من مرسين، شكرا جزيلا لك.